أنا اسمي هبة خميس مصطفى الشرفة. كان حلمي وأنا صغيرة أصير معلمة. الحمد لله رب العالمين، يعني كمان ولدت هبة في صعوبة طبعا، يعني زي أي إنسان يعني، بس الحمد لله رب العالمين دركنا الموضوع بسرعة وتقبلناها الحمد لله رب العالمين قبول رائع يعني. طبعا أنا يعني لما أشوف الطلاب بأسعد حالي إنه يعني انحنونا بالصف. إنها مبسوطة بتعلم الأولاد والأولاد بحبوها وبتحبهم، يعني كثير كثير سعيدة في الإشي هذا. طبعا أنا فرحت لما أشوف يعني أمسك الصف لحالي يكون أنا مبسوطة فرحانة بالجو الحلو يعني بالصف وبالظهر. هذا شيء من رب العالمين وأنا سعيدة فيه جداً، ولأي إنسان يعني يتقبل الحالة ويحاول يطور منها ما يخليها يعني مشكلة في حياته. فرحانة يعني كلهم بيكبرون ستي معلمة وبقولوا هبة يعني معلمة ما شاء الله عليك منورة وهيك.